الصفحات المتخصصة في التهكم والبرامج السياسية الساخرة، هل ممكن تأثر على الانتخابات الأمريكية؟ خبر انتشر على مواقع التواصل بيصور منشورات للنائبة الجمهورية السابقة ليزي تشيني المعروفة بعدائها للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، بتهاجم الرئيس السابق بخصوص مشادة بين موظفين في حملته مع مسؤول في مقبرة أرلينتون الوطنية. التغريدات حصدت مئات الآلاف من المشاهدات، لكنها مزيفة تماماً، وانتشارها بدأ من حساب بيعرف نفسه على إنه من الحسابات الساخرة، حتى صورته هي عبارة عن حبة بطاطس. الكثير من الأخبار المزيفة من النوع ده بغرض السخرية تبدو حقيقية بسبب عملها المتقن أو بسبب عدم توضيح كونها مزيفة. I, Kamala Harris, senior Democrat candidate for president, because Joe Biden finally exposed his senility of debate. مثال على ده فيديو نشره رجل الأعمال إيلون ماسك للمرشحة الديمقراطية كاملا هاريس، بتتكلم فيه عن ضعف جو بايدن وعن إنها ما تعرفش حاجة عن كيفية إدارة الدولة. الفيديو وصل لأكثر من 136 مليون مشاهدة، والعديد من المستخدمين صدقوا إنه حقيقي، لكنه في الواقع منتج باستخدام تقنية التزوير العميق، والحساب اللي نشره أصلاً حساب ساخر. تقرير للإذاعة الوطنية الأمريكية بيذكر مجموعة خطوات لتجنب الوقوع في خطأ نشر وتصديق أخبار زي دي. الخطوة الأولى هي التأني وعدم الانفعال، حتى لو كان الخبر أو المنشور صادم، والتانية هي التأكد من مصدر الخبر ومصداقيته، والأخيرة هي الحذر من المنشورات اللي ممكن تعتبر دليل إدانة، لأنها في الأغلب أكتر أنواع المنشورات المضللة. تطور أدوات الذكاء الاصطناعي وسهولة استخدامها ساعد في ظهور المنشورات الساخرة أو الميمز أو حتى المقاطع المزيفة من باب النكتة، لكن في الأحداث المهمة زي الانتخابات الأمريكية، الفرق بين النكتة والخبر الصحيح ممكن يكون له تأثير كبير.